بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده بنبدا في اول دروس الصف السادس الاعدادي في فرع ثانوي المثلثات. عندنا بنبدا في درس اسمه النسب المثلثيه الاساسيه للزاويه الحاده. النسب المثلثيه الاساسيه للزاويه الحاده. قبل ما نخش على عنوان الدرس تعالوا نبص مع بعض كده. لو انا عندي مثلث قائم الزاويه، مثلث اسمه ألف ب ج، المثلث ده قائم الزاوية في ب، وعندنا لو أنا جيت وقفت عند زاوية حادة من زوايا المثلث، طبعًا عندنا زاوية ألف حادة وزاوية ج زاوية ع حادة وب قايمة. لو أنا وقفت عند زاوية ب، هنلاحظ إن قدامنا في ضلع بنسميه المقابل. أنا عند زاوية ج كده، لو أنا ببص من عند زاوية ج، ألاقي إن ده قدامي اسمه إيه؟ المقابل. طيب وعندي كمان وتر المثلث، ألف ج ده وتر الإيه؟ المثلث. الوتر مقابل للزاوية القائمة، يبقى عندي مقابل وعندي إيه؟ وتر للمثلث. في ضلع كمان، الضلع التالت ده بنسميه المجاور. الضلع اللي ج ده بنسميه المجاور. يبقى أنا كده عندي أي مثلث قائم الزاوية، لو أنا وقفت عند زاوية ج، يبقى عندي مقابل وعندي وتر وعندي مجاور. طيب لو أنا وقفت مثلا، بص معايا، لو انا وقفت الف ادي ب ادي ب ادي الزاويه القايمه، لو انا وقفت عند زاويه ايه؟ الف، يا ترى المقابل هيبقى هو نفس المقابل ده؟ طبعا لا، انت واقف عند زاويه الف يبقى ده المقابل دي، يبقى ده قدامنا ايه؟ المقابل. وده طبعا الوتر ما بيتغيرش مكانه، الوتر مش هيتغير مكانه، ده هيبقى المقابل، ده هيبقى الوتر، ده هيبقى ايه؟ المجاور. طيب المهم نخش بقى في الدرس بتاعنا. العنوان اسمه ايه؟ النسب المثلثيه. النسب يعني نسبه، والنسبه دي عباره عن بسط ومقام. بسط ومقام. النسب دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من المثلث. نسب مثلثيه. نسبه بسط ومقام. بنجيب النسبه دي منين؟ من المثلث. النسب اسمها النسب المثلثيه الاساسيه. السنه دي بتاخدوا الاساسيه، ان شاء الله في كل سنه بتاخدوا حاجات ثانيه اللي هي مقلوبات الدوائر المثلثيه. المهم ان احنا عندنا هنا النسب دي، ايه النسب دي؟ دي نسب بتيجي من المثلث. طيب لو انا عندي المثلث اللي قدامي ده الف ب ج، النسب دي عباره عن ايه؟ قال لي النسب المثلثيه الاساسيه ثلاثه. في حاجه اسمها جا وجتا وايه؟ وظا. الجا دي اختصار جيب الزاويه. مش مشكله، جيب الزاويه. يعني تحفظي بس جا، قولي جا، جا الزاويه. جتا اختصار جيب تمام الزاويه. طيب وظا اختصار ظل الزاويه. المهم ان احنا نحفظهم بالترتيب ده، جا وجتا وظا. النسب دي اسمها ايه؟ اسمها النسب المثلثيه الاساسيه للزاويه ايه؟ الحاده. يعني مش هقف عند الزاويه القايمه واقول لك هات جا ب او جتا ب او ظا ب، احنا هنجيب يا اما ج يا اما ا، الزاويتين الحادتين بتوعنا. المهم انا دلوقتي عندي عايز اجيب جا ج، انا وقفت عند ج، تعالوا ناخد اطباع، يعني نحط ارقام. يعني مثلا انا احط مثلا ان الضلع ده المقابل والوتر والمجاور، هندي اقوال اضمار. انا مثلا عندي ده بثلاثه خلاص، وده بخمسه، وده باربعه. لو انا حبيت اجيب جا ج، جا ج، انا واقف عند ج وعايز اجيب نسبه مثلثيه اللي هي جا ج. جا ج دي معناها ايه؟ قال لي اقسم المقابل، المقابل على مين؟ الوتر. وانا عندي مين المقابل؟ نسبة المثلث. النسبة دي هو بيحدد الزاوية اللي بجيب لها النسبة. لو قلت جا ج يبقى انا بقف عند ج وهقسم المقابل مع الوتر. طيب يبقى الجا يعني اسم مين؟ مقابل على ايه؟ على الوتر. الجتا، الجتا دي ايه؟ قال لي دي نسبة مثلثية بس بتقسم مين؟ المجاور على الوتر. انا عندي ج، مين المجاور؟ هو ده المقابل، وده الوتر، ده المجاور. المجاور مين؟ أربعة. الزاوية بتيجي ازاي؟ قال لي اقسم المقابل على المجاور، المقابل على المجاور، يعني كام؟ 3 على كام؟ على 4. طبعا الكلام ده بالنسبة لزاوية ي ي ج، في ج ج، جتا ج، زاوية. تعالوا ننقل، لو أنا حبيت أجيب الكلام ده
بس على زاوية ألف. عايز أجيب جاء ألف. ألف إيه؟ تعالوا نتكلم على جاء ألف. جاء يعني اسم تيم مقابل على آخر. وأنا عندي ألف المقابل إيه مين؟ أربعة. يبقى أربعة مقابل على واحد. يبقى أربعة على كام؟ على خمسة. مش لازم نكتب كل مرة المقابل على واحد والمجاور على واحد. جاء ألف. أنا دلوقتي عايز أقول جاء ألف بتساوي جاء هين. دي أنا فصل الجاء بس جاء بقى مين؟ هنا جاء مين؟ أنا عايز جاء ألف. جاء ألف المجاور على واحد. يبقى كام؟ ثلاثة على خمسة. هنا كنت بجيب صافي. الصافي كانت بتساوي المقابل على المجاور. هتبقى صافي ألف؟ هيبقى المقابل بس المقابل بتاع مين؟ بتاع ألف. المقابل اللي هو كام؟ أربعة على المجاور اللي هو كام؟ اللي هو ثلاثة. في بس ملاحظات بسرعة كده نقولها على الإيه العلاقة بين جاء جاء جيم وجاء جيم وظا جيم وجاء ألف وجاء ألف وظا ألف. العلاقة دي إيه؟ واضحة جدا. لما أنا جبت جاء جيم طلعت كام؟ طلعت 3 على 5. ده دي مين؟ جاء جيم. بصوا هنا اللي طلع 3 على 5 هتلاقي مين؟ جاء ألف. إذا في علاقة بين جاء جيم وجاء ألف. جاء جيم هي جاء ألف. طيب تعالوا ناخد بقى إيه كمان؟ جاء جيم. جاء جيم طلعت 4 على 5. بص 4 على 5 هنا 4 على 5. يعني إيه الكلام ده؟ يعني جاء جيم هي جاء ألف. وجاء جيم هي جاء ألف. جاء جيم هي جاء ألف. لزاوية ألف وجيم الجا والجر. طب تعال نبص بقى لمين؟ لظا جيم. ظا جيم اهي بالتلاتة على ايه؟ على أربعة. وظا ألف. ظا ألف طلعت كام؟ إيه العلاقة بين دول؟ ده طبعًا دول معكوس إيه؟ معكوس ضربي. طالما عددين معكوس ضربي لبعض يبقى المفروض حاصل ضربهم يبقى ظا جيم في ظا ألف حاصل ضربهم يدي كام؟ يدي واحد. دي قاعدة بعملها. أنا توصلي أو تعرفي إن في أي مثلث قائم الزاوية، أنا رسمت مثلث قائم الزاوية أهو بالشكل ده. سميته ج د ه أي حاجة. مش لازم ألف ب ج. أبقى عندي قاعدة مهمة إن ج تبعد عن الزاوية القايمة، قايمة مالناش دعوة بيها. ج ج هي ج ه وج ل هي ج ه وظ ج وظ ه معكوس ضرب البعض. حصل ضربهم بيدي إيه؟ بيدي طيب تعالوا بقى يبقى انا كده عرفت عندي كام نسبة عشان ما حدش ينسى كام نسبة مثلثية؟ ثلاثة. النسبة المثلثية ثلاثة جا وجا وظا. الجا مقابل على وطر. احفظي معايا الجا مقابل على وطر. الجا مجاور على وطر. الظا مقابل على ايه؟ على مجاور. والعلاقة اللي ما بين جا ألف مع جا جيم. جا ألف هي جا جيم وجا ألف هي جا جيم. طيب الشكل المقابل ألف ب ج مثلث قائم الزاوية. طبعا احنا بنرجع بقى ايه لنظريه فيثاغورس. انا هنا كنت مديك الاطراف كلها. طب افرض ان هو كان مدي 3 و5 وسايب ده كده مجنون. وجه قال لي انا عايز جه ألف وجه ج وعمال يطلب مني طلبات. انا عشان اجيب الطلبات دي كده لازم المثلث بتاعي يكون كل اضلاعه معروفه. فاول حاجه هجيبها مين؟ ب ج. طبعا هجيب ب ج بقى ازاي؟ ب ج ده اول حاجه هجيب الفيثاغورس. طب انا بجيب ضلع من الاضلاع القايمه ولا بجيب بطر؟ عشان لو بجيب بطر بجمع، لو بجيب ضلع من الاضلاع القايمه بعمل ايه؟ بطر. فهجيب على طول ب ج. طبعا هقول من ان المثلث ثالث ب ج قائم الزاويه ايه؟ اذا ب ج هيساوي جذر هنطرح على طول 5 اس 2 ناقص 3 اس 2 هيطلع كام؟ 4. طلع ده بكام؟ اجي لو شاطر دي كده اللي اجيبه احط على الرسمه دي التلاته خلاص كده انا جبت ده بكام؟ جبت ده باربعه. ابدا بقى اشوف اللي هو عايزه. ابدا حاجه حاجه. هو كاتب ايه؟ انا عايز اجيب ايه؟ جاء الف امشي مع المساله. جاء الف جاء ج ناقص جاء الف جاء ج يساوي تعالى نجيب حاجه حاجه كده. انا دلوقتي عرفت اللي جاي. انا عايز اقف عند ايه؟ الف واجيب ج. اجي الف الجاء مقابل على كام؟ اكتب 4 على 5 مقابل على 1. هنا في عمل الضرب لان مفيش حاجه منهم يبقى في ضرب. في جا تجيب الجيم ايه؟ الجا يعني ايه؟ مجاور. الجا ايه؟ مجاور على 1. المجاور على 1 يبقى كام؟ 4 على كام؟ 5 ناقص. انا ماشي طبعا مساله. ها؟
قال لي ناقصه كتاب ناقصه. جت الف، جت الف مجاوره وطبيب ار 3 على 5 في جا ج ج ج مقابل على وتر 3 على 5. بنضرب دول مع بعض، لو بصيت كده هنا 4 في 4 يبقى 16 على 25 ناقص 9 على 25 هيديني 7 على 25. ده اول طلب. ثاني طلب عندي بيقول لي انا عايز جا اس 2 بكتبها اهو جا اس 2 الف زائد جتا اس 2 الف. يعني هات جا الف حطها وربعها. الجا بتساوي ايه؟ احنا جبناها قبل كده جا الف هي 4 على 5 نكتبها على طول، نكتب 4 على 5 بس هو عايز تربيع بقى بتاعها زائد مين؟ جتا الف. جتا الف اهي الف اللي جبتها مجاور على بطل يبقى 3 على كام؟ 5 تربيع. هنعمل دي هتطلع كام؟ هيطلع عندنا 1. تعال نشوف التالتة مع بعض. قبل المسألة التالتة بيقول لي 2 ظابط تربيع ألف ناقص 1. الاثنين يعني ايه؟ يعني اضرب، هنضرب 2 ادي 2 اهي 2 في اجيب ظابط ألف. الظابط بتاع الألف مقابل على مجاور يبقى كام؟ 4 على كام؟ 3 تربيع ناقص 1. بنعمل دي أو نضربها كده يبقى 2 في 4 على 3 تربيع يبقى 16 على 9 ناقص 1. هنضرب الاثنين في 16 يبقى 32 على 9 ناقص 1 هيطلع عندنا ايه؟ لو احنا طرحنا ممكن كمان برضه تبقى عندكم الفكره دي ان 32 على 9 الواحد نعمله 9 على 9 او ان هذا ما تطلعش بقى اطلع 23 على ايه؟ على 9. طيب يبقى انا كده عرفت ان انا ممكن يجيب لي مثلث ويطلب مني النسب المثلثيه بشكل تاني. يطلب بقى عمليه جمع، عمليه ايه؟ جمع بين مربع حاجه ومربع حاجه او ظرف يجيب لي حاجه مضروبه. طيب تعال نشوف مثال تاني برضه على الكلام ده. يبقى دي اسمها نسب ايه؟ اسمها نسب المثلثيه الاساسيه للزاويه دي الحاده. في مساله برضه مهمه جدا عندنا، لو انا رسمت كده مثلث او مثلا شبه منحرف، ناخد شبه منحرف اهو اهو الف ب ج د، ده شبه منحرف متساوي الصفين، متساوي الصفين. طبعا بيبقى الف ب بتساوي ده الجيم، وعندنا طبعا الف د بيوازي ب. طيب ايه موقعات المساله هنا؟ المساله هنا ده بخمسه وده طوله سبعه وده طوله خمسه وده طوله كام؟ 15. اجي المساله قدامنا شبه منحرف الصفين بخمسه ده بسبعه ده بكام؟ بيقول لي بقى ايه؟ اوجد قيمه. عايزين قيمة ايه؟ جا ب زائد جتا ج. فين جتا ج؟ تعالوا نبص مع بعض. البي دي فين اصلا؟ البي اهي صح؟ انا عايز جا، الجا دي عباره عن ايه؟ جا نصه، الجا مقابل على مين؟ على وتر. طب فين هنا المقابل ده؟ هنا زاويه ب مش مثلث واحد. هنا بنعمل عمل، العمل ده ايه؟ بيجي من الف بنصف العمود كده نعمل زاويه قايمه نسمي مثلا دي س، نختار حرف غير حروف الايه الموجوده س، نرسم ا س عمودي على ب ج، وكمان نسقط من د عمودي على ب ج نسميها صح. يبقى انا كده العمل، العمل ده فايدته ايه؟ عشان يخلق مثلث قائم الزاويه. يبقى العمل نرسم ايه؟ نرسم ا س عمودي على ب ج. ايه تاني كمان؟ ونرسم د ص عمودي على ب ج. ايه العمل بقى اللي احنا ده؟ بص معايا في الحل كده البرهان بتاعنا. العمل ده خلى المثلث او الشكل اللي قدامنا ده بقى مستطيل. ده كده اصبح ايه؟ اصبح مستطيل. هقول له طبعا مستطيل ليه؟ عشان عندنا الف د بيوازي ايه؟ بيوازي س ص والف س عمودي على د ص. احنا نكتب على طول بما ان الشكل ألف س ص د مستطيل. طبعا مع الفريق المباراة بتاعك الشكل بقى ايه؟ مستطيل. طبعا الشكل بقى مستطيل. بص بقى يبقى المفروض ان عندنا ان س ص ب بتساوي ايه؟ ألف ب. مستطيل يبقى س ص بتساوي ألف ب يبقى بتساوي كام؟ 7 ايه؟ سم. س ص اه الشكل ده مستطيل يبقى س ص بتساوي ألف ب بتساوي 7 ايه؟ سم. طب وبعدين ب
بس السوق كله كل ده كان بكام؟ كان ب 15 دخل 7. عايز اجيب بقى ب س وص ج. طبعا بعمل ايه؟ هقول يبقى ب س زائد ص ج اللي هم ال 40 دول هيبقى 15 ناقص كام؟ 7. هيطلع عندي 8 سم. ال 8 سم دي مقسومه بين ب ب ب س وص ج. طبعا من تطابق المثلثين في شروط تطابق المثلثين هنا المثلث ا ب س ب بيطابق المثلث د ص ج. دي من خواص الشكل اللي هو شكل الحرف المتساوي الصحيح. يعني اذا انا كده اقدر اقول ان ب س بتساوي ص ج التمانية اللي طلعت دي بتتقسم على الاثنين 4 و4. يبقى انا كده عندي ب س بتساوي ص ج بتساوي كام؟ 8 على 2 فيها كام؟ ال 4. بعد كده نطبق نظريه فيثاغورس عشان نجيب مين؟ ا س. هقول ا س بيساوي ا س بيساوي جذر، جذر ايه؟ جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع يطلع 3 سم. خلاص ده 3 يبقى كمان اللي قدامه كام؟ ب 3. ونجيب الطلب اللي هو عايزه. هو عايز ايه دلوقتي؟ قال لي هات جا ب زائد جذر ايه؟ ب. تعال نجيب جا ب، جا ب اقف عند ب المثلث ده في جذر وفي ظهر. الجذر